ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه سهله جدا جدا معانا لطريقه العجينه البيتزا. العجينه دي تقدري تستخدميها بقى في كل انواع المعجنات لانها هشه جدا وسهله قوي، فتقدري تستخدميها للكرواسون، الباتيه، لو حابه نوع من انواع الفطاير دي حاجه ترجع لك. بس لو هتعملي الفطير المشلتت طبعا هو ميه ودقيق يعني مش هنحط لبن ولا زيت ولا الحاجات دي، لكن ديت تنفع للباتيه والكرواسو والبيتزا بكل انواعها. تعالوا بقى نشوف المقادير. انا معايا ده كيلو من الدقيق، كيلو الدقيق هيطلع لك حوالي 5 بيتزايات. مقاس الصينيه بتاعتهم 30، لان احنا بنفردها بتبقى مش تخينه، حوالي اقل من 0.5 سنتي، بحيث ان هي لما بتكمل سواها في الفرن وبتستوي في الفرن بتعلى، فبيبقى سمكها جميل جدا. فاللي هقول تاني، الكيلو دقيق ده متعدد الاغراض هيطلع لي 5 بيتزايات، صينيه مقاس الصينيه بتاعتها 30. ومعايا دي حوالي 0.5 كوباية من لبن البودر، لو ما عندكيش لبن بودر ممكن تحطي لبن حليب وتبدليه مع الميه. ومعايا طبعا الميه الدافيه معايا دي للعجين، وهستخدم في الاخر حوالي 0.25 كوباية من الزيت الم بيها. طبعا بصوا معايا، انا كنت عامله الخميره، بصوا فارت ازاي، ابعد كده شويه، بصوا فارت ودلقت كمان كده، بتدل ان الخميره بتاعتي سليمه ومظبوطه. كل اللي حطيت فيها، حطيت 0.25 كوباية من الميه، ربع معلقه من السكر، ربع من الملح، وقلبتها حلو خالص وقلبتها. بصوا فارت ازاي حتى هي باينه. هبتدي بقى انا هضيف الخميره بتاعتي كده، وهزودها طبعا شويه ميه بس مش كتير، وهبتدي بقى اعجن بالمنظر ده. بجد من اجمل المعجنات اللي عملتها الطريقه ديت، بتطلع البيتزا جميله بجد. وطبعا كل دقيق بيختلف، يعني ممكن الكيلو دقيق بعد ما تحطيه يحتاج شويه تاني، ممكن يحتاج، بيبقى حسب الدقيق خد قد ايه، بيشرب سوائل كتير او مشربش، ده حسب نوع الكيلو. انا لو ضفت دقيق تاني هقولك، بس انا بحاول اضيف مية قليلة بحيث ان هو ما ياخدش معايا مية كتير، وابتدي اضيف دقيق تاني. بصوا زي ما انتوا شايفين انا بحاول اضيف شوية شوية، طبعا ده كله كده لسه هياخد تاني، هياخد قيمة مثلا 3 كوبايات مية تاني او 2.5 كوباية مية. واهم حاجة علشان تطلع معاكي حلوة تبقى المية دافية مش ساقعة ومش من الحنفية، تبقي مدفياها. طيب دلوقتي هنتكلم في التخمير. طب احنا دلوقتي الجو بارد شوية، هخمرها ازاي؟ هقولك على طريقة بعد ما نخلص عجن، تخمريها في 5 دقايق بالظبط. لكن لو الدنيا حر دي حاجة بقى كويسة كده، هي هتكون هتخدم نفسها. يعني كده هتحتاج تاني مية، وهوريكي ملمس العجينة المفروض تبقى عليها قبل كمان ما احط الزيت. بصوا يا جماعة كده معايا بدأت تلم شوية، هي كده متعجنتش حلو، بصوا بتلزق خالص ازاي، انا بس لمتها اللي هي شالت من ايدي بس كده، بصوا بتلزق، انا عايزاها بتلزق كده. هبتدي بقى اخد حوالي 0.25 كوباية من الزيت، بس زيت اهم حاجة مش عامل ريحة، وهبتدي بقى الم العجينة بتاعتي وعجينها حلو قوي كده. بصوا بالمنظر ده هعجنها وارجع لكم اوريكم شكلها النهائي ايه. بصوا كده انا لميتها بالمنظر ده. طب الجو زي ما قلت لكم، اقول لكم على فكره الجو ساقع، هنخمرها ازاي. انا دفيت الفرن بتاعت البوتاجاز، وهبتدي اغطيها حلو خالص واحطها في فرن البوتاجاز لمده 5 دقائق. لكن لو الدنيا حر مش هتحتاج، ولو انت مستعجله عليها ممكن تعملي الفكره دي. هخمرها وارجع لكم نشوفها مع بعض بقيت شكلها ايه. بصوا بقى كده، تعالوا نعريها ونشوفها مع بعض. شايفين بجد؟ بصوا بصوا
خمرة بيت قد ايه. هتبتدي بقى انت تفشي الخمير ده وتبتدي تقطعيها وتعمليها بجد احلى بيتزا واحلى عجينة بيتزا. جربوها قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وان شاء الله المرة الجاية نعملها. وعلى فكرة لو انت بقت منك حتة ممكن تحطيها في كيس وتشيليها في الفريزر، وقبل ما تبتدي تشتغلي بيها تطلعيها قبليها بيوم بالليل، او ممكن تحطيها على الرف وتستخدميها تاني يوم، بتبقى جميلة جدا. مسافة بس ما انت هتقطعي وتجهزي حاجات البيتزا هتلاقيها خمرت بالمنظر دوت. وبألف هنا يا رب ليكو، يا رب الوصفة تكون عجبتكم.